فلسطين. ذكرى الأرض بفلسطين. ذكرى الأرض بفلسطين. ذكرى الأرض بفلسطين ذكرى هزيلة للملايين. حنجرة فلسطينية أطلقت هذه الكلمات في المسيرة التي أقيمت في طول كرم إحياء لذكرى يوم الأرض. ذكرى جريمة واغتصاب. عد العالم عنا غاب. عد العالم عنا غاب. الشرارة التي أشعلت الجماهير العربية قبل 40 عاما ما زالت تشعل الجماهير الفلسطينية في مختلف الأماكن. ففي ذكرى يوم الأرض شهدت مدن فلسطينية عدة في الضفة الغربية وقطاع غزة فعاليات مختلفة إحياء للذكرى تخللتها مواجهات مع قوات الاحتلال. ففي معتقل عوفر غرب رام الله قمعت قوات الاحتلال المسيرة التي نظمتها القوى الوطنية والإسلامية حيث استخدمت قنابل الغاز والصوت لتفريق المتظاهرين. الأرض هي الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني والصراع مع الاحتلال منذ مطلع القرن الماضي كان على هذه الأرض، بالتالي اليوم الشعب الفلسطيني يواصل معركة البقاء فيها رفضا لكل مشروع الاستيطان والمشروع الاحتلال. وعلى أراضي قرية بورقة شمال غرب نابلس قمعت قوات الاحتلال مسيرة نظمت قرب مستوطنة حومش المخلاة وشرعت بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق وإغماء. كما شهدت مراكز المدن مسيرات إحياء للذكرى حيث تعالت الأصوات المنددة بالاحتلال إلى جانب المطالبة بدعم المزارعين للتشبث فيها وحماية الأرض من المصادرة والاستيطان. كل يوم هو يوم أرض أو يجب أن يكون هكذا، بالتالي يعني أنا برفض مقولة أن عرب الداخل في عندهم يوم أرض وإحنا ما عندناش يوم أرض. يفترض أن يوم الأرض يكون إلنا هان ولإخواننا في الداخل. التمسك بالأرض يعني بحاجة لدعم ومؤازرة من الجميع، يعني الجميع المفروض يعني يكون في تشارك خلينا نقول ومؤازرة لدعم والتمسك بالأرض. وبالتزامن مع الذكرى تستمر إسرائيل في مصادرة الأرض الفلسطينية حيث صادقت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس على بناء 18 وحدة استيطانية لليهود في قلب جبل المكبر في القدس المحتلة، فيما أصدر جهاز الإحصاء المركزي إحصائية بيّنت أن إسرائيل تستغل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية ولم يتبقى للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط. أيسر البرغوثي، تلفزيون الوطن.